وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، ومكملين الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج مع ضيفنا الداعية الإسلامي دكتور صالح الشواف. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ دعاء، ربنا يحفظك ويحفظ السادة المشاهدين يا رب العالمين. آمين يا رب، ربنا يكرمك يا رب. آمين يا رب. احنا طبعا اتكلمنا في الحلقه بتاعتنا اللي كنا فيها مع بعض قبل كده عن بدايه رحله الاسراء والمعراج، يعني التمهيد بتاعها، انه ازاي ده كان عامل حزن وحصل فيه كذا حدث اثر على نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم لحد رحله الطائف، وبعدها دخل بقى المدينه ودخل بيته وكان حزين. قلنا وفاة عمه أبو طالب، وبعدين وفاة زوجته خديجة، وبعدين رحلة الإسراء والمعراج، وبعدين منعوه من دخول مكة، بعدين رحلة الطائف قصدك، رحلة الطائف وبعدين منعوه من دخول مكة فدخل في جوار المطعم بن عدي. كل الابتلاءات دي، فتيجي رحلة الإسراء والمعراج بقى تخفف من هذه الآلام على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يدخل النبي داره في هذه الليلة وينام على سريره لينفرج سقف بيته عليه الصلاة والسلام، وينزل جبريل ومعه ملكان. دي بقى بداية رحلة الإسراء والمعراج. فيشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويستخرج قلبه ويغسلاه في طست من ذهب بماء زمزم، الله، ويستخرج منه كل حظوظ النفس وكل الأحزان وكل الآلام التي اعتصرت قلب المصطفى، ويملأان القلب حكمة. ودي تاني مرة يشق صدر سيدنا النبي، وصدر النبي يشق مرتين، المرة الأولى عند حليمة السعدية وهو ابن 5 أو 6 سنين، ودي المرة الثانية في الإسراء والمعراج شق صدره. ليه شق الصدر هنا ويؤهل القلب بهذه العملية الإلهية التي قام بها جبريل أمين وحي السماء إلى الأرض؟ الغرض من العملية الجراحية الإلهية دي يا أستاذ دعاء، أن أنت يا محمد طالع لمكان تاني خالص، وستكون في ملكوت آخر، لا يليق أن يكون في قلبك شيء من الحزن أو الهم أو ما اعتراك من ألم نفسي من هذه الابتلاءات التي مررت بها، وأنت الآن مقبل إلى حضرة رب العالمين سبحانه وتعالى، وسنأتي إلى هذا. فكانت حديثة شق الصدر، غسل القلب في طست من ذهب بماء زمزم وملأه حكمة، ثم لأماه وأعاده إلى مكانه، ثم بدأت رحلة الإسراء والمعراج. أركب جبريل رسول الله على دابة البراق، وهو دابة أكبر من الحمار ودون البغل، تضع حافرة عند نهاية بصرها، مسرع جدا. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، بس بتطير. نعم، وصل إلى المسجد الأقصى، وهناك صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الأقصى، ثم صلى، وكانت الصلاة، كان في صلاة قبل ما تفرض الصلاة، كانت عبارة عن ركعتين الصبح وركعتين آخر النهار، وكانت الصلاة موجودة عند كل الأنبياء والرسل اللي قبل سيدنا النبي، لكن فرضت بقى، هنعرف دلوقتي، فرضت في المعراج بالشكل اللي احنا عليه دلوقتي. فصلى سيدنا النبي في المسجد الأقصى، نسأل الله جل وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى وسائر مساجد المسلمين يا رب العالمين ومقدسات المسلمين. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. أول ما سيدنا جبريل استفتح للسماء الأولى، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث؟ قال نعم. ففتحت السماء ليدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الأولى، فيرحب به أبونا آدم، يزيد صلى الله عليه وسلم أبانا آدم في السماء الأولى، وعن يمينه أرواح أهل الخير، وعن شماله أرواح أهل الشر، فيسلم على أبينا آدم، ليرد عليه أبونا آدم قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع أبونا آدم، ثم يصعد إلى السماء الثانية، فيقابل سيدنا عيسى بن مريم ويتكلم معه ويسلم على سيدنا عيسى بن مريم، ليقول له سيدنا عيسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يصعد إلى السماء الثالثة، فيجد سيدنا يوسف وقد أوتي شطر الجمال، فيسلم عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويرحب به يوسف قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يصعد إلى السماء الرابعة، وكل هذا وجبريل يحفه والملائكة ترحب به، فيصعد إلى السماء الرابعة ليجد نبي الله إدريس، فيسلم عليه ويرحب به إدريس ويقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وقد قال الله جل وعلا عن إدريس ورفعناه مكانا عليا. ثم يصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة ليجد هارون ابن عمران، فيسلم عليه ويتكلم معه ويرحب هارون به.
ثم يصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة ليجد موسى ابن عمران رسول الله وكليمه، ليتكلم المصطفى مع نبي الله موسى وكليمه، ويرحب به الكليم موسى قائلا مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم يواصل المصطفى هذه الرحلة النورانية، هذه الرحلة المباركة، هذه المعجزة الخالدة، ويصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. رحلة جميلة. الله أكبر. وهنالك أستاذ دعاء في السماء السابعة يقابل رسول الله أبا الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن، ليسلم عليه أبونا إبراهيم قائلا مرحبا بالابن الصالح، لأن سيدنا النبي من ذرية سيدنا إبراهيم. ما بعث الله نبيا من بعد إبراهيم إلا من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فسيدنا إبراهيم يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، سلم لي على أمتك، وعليك السلام يا خليل الرحمن، وعليك السلام يا نبي الله يا إبراهيم. يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ويجد المصطفى في هذه السماء، في السماء السابعة، يجد أبانا إبراهيم وقد أسند ظهره إلى بيت هو البيت المعمور. فما البيت المعمور؟ البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة فوق الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى قيام الساعة. عجيب، عجيب خلق الله عز وجل، عجيب ملك ربنا، إن هم بيطوفوا فوق الكعبة، يطوفون فوق يوم الكعبة ويسبحون الله ويعبدون الله. كل يوم يدخل 70,000 ملك يدخلون إلى البيت ولا يخرجون. وسيدنا النبي لقى بقى في السماء السابعة، لقى مع سيدنا إبراهيم، لقى أرواح الأطفال اللي ماتوا صغيرين مع سيدنا إبراهيم. كان سيدنا إبراهيم اتأخر في الإنجاب، وجاله سيدنا إسماعيل وهو كبير في السن وكان متعلق بالأطفال، فأرواح الأطفال اللي ماتوا صغيرين مع سيدنا إبراهيم في الجنة في السماء السابعة. ثم واصل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة النورانية المباركة، ووصل صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ سدرة المنتهى. ولما وصل إلى سدرة المنتهى، هنا في هذا المشهد رأى رسول الله جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، له 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين السماء والأرض. مرعب. يعني الواحد لما يتخيل هذا خلق الله سبحان الله، هذا خلق الله سبحانه وجل وتعالى. الإنسان هو أضعف شيء في هذه المعادلة والله. يعني سبحان الله، الإنسان هو فكر نفسه إن هو كل حاجة وهو في وسط المخلوقات ولا حاجة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله. يعني إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. ويواصل المصطفى وقد رأى جبريل على صورته الحقيقية، وكل هذا تهيئة لنبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم لما هو مقبل عليه الآن. إن المصطفى الآن قد وصل إلى مكان ما وصل إليه غيره، فجبريل تأخر والمصطفى تقدم. وقد ذكر وإن كان فيها ضعف أن جبريل قال يا محمد تقدم، فإنك لو تقدمت لأشرقت، وأنا لو تقدمت لاحترقت. سبحان الله. هنا مكان لا ينبغي لجبريل أن يجاوزه، ولكن المصطفى بلغ إلى مكانة ما بلغها أحد، ليصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وهنالك عند سدرة المنتهى يكلم المصطفى رب العالمين، ويكلم المصطفى خالق السماوات والأراضين سبحانه وجل وتعالى. وقد اختلف العلماء هل رأى المصطفى ربه في هذه الليلة أما رأى، يعني النبي شاف ربنا في رحلة المعراج ولا ما شافش ربنا؟ الصحابة نفسهم اختلفوا. بعض الصحابة قالوا رأى الله، وبعضهم قال ما رأى. الله أعلم. الله أعلم. لكن لا شك إن احنا في الجنة هنشوف ربنا إن شاء الله يا رب. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأعظم نعيم ومتعة في الجنة وأعظم لذة هيوصلها أهل الجنة إن هم يشوفوا ربنا في الجنة إن شاء الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الله، وأنا لا أستطيع تخيل هذه المعاني الإلهية وهذه المعاني الروحانية العظيمة، ورسول الله يتكلم مع رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. فيا الله ما أعظم هذا المشهد.
ويا الله ما أجمل هذا المشهد، ويا الله ما أجل هذا الموقف، لكأني بهذا الموقف كفيل أن يخفف كل الآلام طبعا والأحزان عن قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأي حزن يذكر وهو في حضرة الرب العلي، وأي ألم يمكن أن يؤثر في قلبه وهو في حضرة رب العالمين وخالق السماوات والأراضين. فليفعل البشر ما شاءوا وليفعل البشر ما أرادوا، فمحمد الآن في حضرة ربه سبحانه وجل وتعالى. قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. يا الله يا الله على هذا الجمال وهذه الروحانيات العظيمة في هذه الرحلة المباركة التي كان الغرض منها كما قال ربنا في القرآن: لنريه من آياتنا الكبرى. الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا يا رب هذه الرحلة العظيمة وهذه الرحلة المباركة؟ لنريه من آياتنا الكبرى. الله، أحلى رحلة. عظيم يا أستاذ دعاء ما حدث فيها. وبعدين يرى سيدنا المصطفى في هذه الرحلة، يرى مالك خازن النار، ويرى رضوان خازن الجنة، ويرى نعيم أهل الجنة، ويرى عذاب أهل النار، ويعرض تعرض عليه كل هذه الأشياء وهو في هذا الحرم العظيم وفي هذه النورانيات العظيمة. ثم يفرض عليه ربنا الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليلة. تخيل بقى لو كان لسه مفروض علينا 50 صلاة. ده احنا 5 صلوات ومقصرين. كنا عملنا ايه واحنا الخمسة؟ هو ده اللي حصل يا استاذة دعاء. سبحان الله. هو ده اللي حصل بالظبط من سيدنا موسى. سيدنا النبي اتفرض عليه 50 صلاة ونزل من السماء السبعة، وبعدين السماء الستة قابل سيدنا موسى بقى في السماء الستة. اتكلم معاه. فعرف ان الله فرض عليه 50 صلاة. فسيدنا موسى مجرب قبل منه. يعني سيدنا موسى البحر اتشق لهم وعدوا البحر، واول ما عدوا البحر قالوا له احنا عاوزين نعبد العجل. فانت حضرتك متخيله، يعني مر بكثير مع قومه، فقال: يا محمد ارجع الى ربك فاساله التخفيف، فان امتك لا تطيق، امتك مش هتقدر تصلي 50 صلاة في اليوم والليله. فكان سيدنا النبي يقول له انت عرفت منين؟ فسيدنا موسى قال له: لقد لقيت من قومي ما لقيت، انا مجرب قبل منك، مش هيعملوها، يعني ما بالنا لو كانت 50، يعني 5 ونحن مقصرون، فما بالنا لو كانت 50. الرحمه. رجع سيدنا النبي لربنا وطلب منه التخفيف، فخففت إلى 40، فنزل إلى موسى فقال ارجع فاسأله التخفيف، فخففت إلى 30، فرجع إلى موسى قال ارجع فاسأله التخفيف، فخففت إلى 20، ثم إلى 10، ثم نزل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق، فخففت إلى 5 صلوات، فرجع إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال: يا أخي يا موسى قد استحييت. أنا مش هقدر أرجع تاني، خلاص. قال: قد استحييت، فنادى المنادي أن أتممت فريضتي 50 في العمل و50 في الأجر. الله، جميلة جدا. احنا بنصلي 5 مرات لكن أجرنا كأننا صلينا 50. أجر 50، 50 في العمل وخمسون في الأجر. وبعدين ينزل المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقدم إليه جبريل كأسا من خمر وكأسا من لبن، فيختار النبي اللبن فيقال: هديت الفطرة يا محمد، هديت الفطرة يا محمد. ثم ينزل المصطفى بعد هذه الرحلة المباركة إلى المسجد الأقصى، وهنا في المسجد الأقصى يجد أن جميع الأنبياء قد نزلوا أيضا ليكونوا في حضرته ومعه احتفالا واحتفاء به وتكريما وتشريفا له، واحتفاء بهذه الفريضة التي فرضت، ليتقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلي بالأنبياء جميعا في هذا الحرم العظيم وفي هذا المشهد الجليل. وما أصدق ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي في نهج البردة حين صور هذا المشهد العظيم قائلا: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم
كالشهب بالبدر أو كالنجم بالعلم، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أكرم بمثلك من هاد ومؤتمم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. رحلة الله جميلة جدا وكلام جميل عن رحلة الإسراء والمعراج، ربنا يكرمك. الله يكرمك يا استاذ دعاء، ربنا يحفظك. مكملين إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله نكمل إن شاء الله تعالى الرحلة. وحصل إيه بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده إن شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين. أنا عايش في هالي هدفي واضح، ورجعنا لكم مره تانية مشاهدينا. واحنا قبل بقى ما ندخل في فقره الخير برعايه مؤسسه سقيا الماء، قبل ما ننزل التقارير نختم قصه الاسراء والمعراج. رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس لمكه، قال لهم ده انا رحت الليله دي رحت البيت المقدس وبعدين طلعت 7 سماوات. فقالوا كيف هذا، نقطعوا اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا اياب، بنروح في شهر ونرجع في شهر، وبتقول ان حضرتك رحت كده في ليله؟ فما صدقوش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال لهم طيب كان في قافله معديه عليا وكان في كده، وقعد يوصف لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب احنا عارفين انت ما رحتش فلسطين قبل كده، لو انت رحت بجد زي ما بتقول اوصف لنا بيت المقدس، المسجد الاقصى كان شكله عامل ازاي. فطبعا سيدنا النبي في حضره الانبياء ما كانش يعني مقام عظيم اكبر من ان سيدنا النبي يبص على عمود او تفاصيل. فقيل ان جبريل احضر بيت المقدس الى رسول الله امامه فاخذ يصفه كانه يراه، فوصف لهم بيت المقدس وصف العين، وللاسف برده ما صدقوش. فقال لهم طب اعمل لكم ايه وتصدقهم؟ قالوا له شايف القمر ده؟ قال نعم. قالوا شو ان القمر ده نصين، فاشار النبي الى القمر فانشق القمر نصفين، وذاك قول الله اقتربت الساعه وانشق القمر، وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وللاسف برضه ما صدقوش. اللي صدق سيدنا النبي ابو بكر الصديق طبعا. قالوا له صاحبك بيقول ان راح بيت المقدس وطلع السماوات السبع، قال لهم ان كان قال فقد صدق، فسمي من يومها أبو بكر الصديق. قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، فالذي جاء بالصدق رسول الله، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. وكانت هذه الرحلة غلقا لباب الآلام على قلب المصطفى في هذا عليه الصلاة والسلام. رحلة جميلة جدا. احنا دلوقتي نشوف بقى بعد الكلام الجميل والقصة الجميلة اللي سمعناها، وكل سنة طبعا حضرتك طيب، وكل سنة وكل مشاهدينا طيبين، نشوف أول تقرير خير وإنجاز من إنجازات تقارير مؤسسة كان له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل. كان يقدر يكون سبب ان انسان يشرب مية هو نفسه فيها وهو ما عملش ده. ورجل كان له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل. النهاردة احنا هنا في مطروح وفي عمق 20 كيلو جوه الصحراء مع هذه المؤسسة المباركة مؤسسة سقيا الماء، في انجاز جديد لم تسبق اليه مؤسسة اخرى، وفي عمل جديد من نوعه من اعمال حفر الابار في محافظة مرسى مطروح. إن إحنا النهاردة مش قدام بير بيخدم بيت أو بيتين أو 10 بيوت، أو إحنا دلوقتي قدام بير روماني بيخدم آلاف الناس، لأن ده عبارة عن مخزن للمية بيخزن كمية كبيرة جداً، تقريباً 2500
متر، فبيخزن كمية كبيرة جدا من المية بتخدم عدد كبير جدا من الناس. فاحنا النهاردة قدام عمل عظيم جدا وعمل كبير جدا، مؤسسة سقيا الماء قامت بترميم هذا البئر وإعادة تأهيله ليخدم كل هؤلاء الذين يحيطون بهذا البئر في هذه الصحراء المترامية، ليخدم البدو الذين هنا وكذلك القرى القريبة من البير اللي بيجم يملوا مية من البير من تحت ياخدوها في الأبار اللي عندهم، اللي هي أبار صغيرة ربما بتخلص في وقت قليل جدا. فعمل عظيم جدا وإنجاز جديد من إنجازات هذه المؤسسة المباركة بفضل الله رب العالمين، ثم بفضلكم يا أهل الخير ويا أهل الفضل ويا شركاء النجاح، نحن مستمرون هنا بفضل الله ثم بدعمكم، بفضل الله ثم بمشاركاتكم، بفضل الله ثم بمساهماتكم. والله رب العالمين أسأل أن يستخدمنا في خدمة الخلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في الحديث الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول سيدنا النبي: من يسر على معسر كربة من كرب الدنيا يسر الله عنه كربة، بس مش من كرب الدنيا بقى كمان، ده من كرب يوم القيامة. وما أدراكم ما يوم القيامة؟ يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الواقعة، يوم التناد، يوم الحسرة والندامة. الشمس تدنو من الرؤوس والحر شديد، وفي هذا الموقف المهيب هناك مجموعة من الناس يستظلون في ظل صدقاتهم، في ظل صدقاتهم، أولئك الذين كانوا يبذلون لله ويقدمون من أموالهم لله ويضحون لله عز وجل. اللي بيشارك معانا النهاردة في حفر مثل في ترميم وإعادة تأهيل مثل هذا البئر، كم من الأجر سيحصل، كم من الحسنات سيجني. عداد حسنات لا يتوقف، عداد حسنات لا يتوقف، نكتب ما قدموا وآثارهم. هذا هو الأثر الذي سيبقى للإنسان مدى الدنيا ثم في قبره، عداد حسنات لا يتوقف. ولو حضراتكم بصيتوا معايا على مساحة هذا البئر وشكل البئر، احنا محتاجين يعني السلم طويل جدا طبعا، مساحة كبيرة قوي. يعني حضراتكم لما تنزلوا ان شاء الله ننزل تحت كده ونوري لحضراتكم شكل البئر من تحت، مساحة مهولة جدا تحت. ربنا يا رب يستخدمنا ويجعلنا رسل رحمة ويديمنا في الخير خداما ولعباد الله أعوانا. وأسأل الله جل وتعالى أن يديم على مؤسسة سقيا الماء نجاحها وتوفيقها وتميزها وريادتها في أبواب لم يسبقها أحد فيها. والله رب العالمين أسأل أن يجعلنا رسل رحمة. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا مع بعض التقرير وربنا يكرمكم. مؤسسة سقيا الماء الأساس بتاعها طبعا هي المية. ربنا يكرمك يا استاذ. كان في حد بيقول لي يا شيخ صالح هو انتم على طول بتقدموا انجازات مفيش مطالب يعني، ما شاء الله ربنا يكرمك. فاحنا بنحب ان احنا نبين للناس الصوره الجميله، الصوره الحلوه، الصوره الايجابيه فعلا. بعد ما عملنا يعني ما بنحبش ان احنا يعني ناذي مشاعر الناس بمشاهد صعبانيات او بمشاهد بكاء او حاجات تاذيهم نفسيا. والحقيقه يعني ان الانجازات هي اللي بتدي المصداقيه، يعني فعلا اما الواحد بيشوف انجازات كده على الشاشه بيقول يحب يحس بالمصداقيه، فيحب ان هو يبقى جزء من الانجازات دي ويدي الصدقه بتاعته او الزكاه في المكان اللي هو شايف فيه بعينيه انجازات كده. طبعا احنا بفضل الله كل اسبوع تقريبا بنعرض مع حضرتك يا استاذ دعاء فعلا تقارير لابار جديده، لمحطات ميه جديده، لوصلات جديده، الانجازات بفضل الله عز وجل المستمر. وصلت الميه 3000 جنيه، البير من 25 ل 35000 جنيه، لكنها تمثل لهؤلاء الذين يسكنون حول هذه الأبار تمثل لهم حياة كاملة. ورب العالمين سبحانه يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحنا كنا بنتكلم على رحلة الإسراء والمعراج، وإن سيدنا النبي شاف نعيم أهل الجنة، وفي باب في الجنة باب الصدقة، ده مخصص لهؤلاء الذين يتصدقون. لكل اللي بيتصل على الأرقام اللي موجودة على الشاشة وبيقول أنا عاوز أشارك بوسطة مية ب 3000 جنيه أو ببير ب 25000 جنيه،
بس مش ممكن ما تعملش ده لوحدك، ممكن تشترك مع اصحابك مع قرايبك، وممكن تشارك باللي تقدر عليه، لو 500 جنيه لو 1000 جنيه اي مبلغ تقدر تساهم بيه، بس هيكون في ميزان حسناتك قدام رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا يتقبل فعلا من الكل يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ونشوف آخر تقرير في حلقتنا النهاردة ونرجع كمان مرة تانية نعلق عليه مشاهدينا، وتقرير صدقة جارية اللي هي النخل وقف لله. رسميه درويش، رئيس بحوث ووكيل الانتاج في المعمل المركزي لابحاث نخيل البلح. احنا هنا بنسلم نخيل بلح لمؤسسه سقيا الماء، ان شاء الله هنسلم حوالي 4000 نخله الموسم دوت فسيله يعني. سلمنا حوالي 1000. احنا بنسلم النخل مضمون الصنف وخالي من اي اصابات سواء حشريه او مرضيه اخرى. دكتور شريف حسين خليل، المعمل المركزي لأبحاث النخيل التابع لمركز بحوث زراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية. احنا النهاردة في قرية سقيا الماء التابع لمؤسسة سقيا الماء في مشروع ازرع نخلة كصدقة جارية. ليه المؤسسة تعاقدت معنا؟ لان احنا طبعا كجهة مسؤولة ومعتمدة عن النخيل، تشمل كل التخصصات الخاصة بالنخيل في مجموعة خبراء البستنة، مجموعة خبراء في المكافحة بشقايا الأمراض والحشرات. احنا زرعنا 500 نخلة النهاردة، من كام يوم زرعنا 500، يبقى كده اللي اتزرع حتى الآن 1000، ومخطط خلال الأسابيع القادمة 4000 نخلة إن شاء الله بإذن الله. طب ليه المؤسسة اختارت نخيل صنف البرحي بالذات؟ طبعا المنطقة هنا يجود فيها صنف البرحي لأنه ذو إنتاجية عالية، ومن أصناف اللي هي ليها قبول عند المستهلك عالي. طبعا بتميز بأن السكريات بتاعتها معتدلة، إنتاجها غزير. النخلة بسم الله ما شاء الله بتنتج متوسط بنقول 250. الإنتاج كنقديا النخلة بتجيب حوالي 3000 جنيه. طبعا المبلغ الكبير في حاجة بتدفعه في حاجة ذات قيمة بتدر عليك دخل يغطي التكلفة بتاعتها وعائد الاستثمار كمستقبل إن شاء الله. الصدقة الجارية ثوابها كبير وعظيم، قدم لحياتك وشارك معانا في خير عظيم وأجر كبير من مؤسسة سقيا الماء. فأكبر مشروع خيري للصدقة الجارية وقف النخيل اللي ريعه ودخله هيصرف على كل أبواب الخير، وهيوفر لكتير من أهالينا حياة كريمة. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.
طبعا فكرة الوقف لله وفكرة الصدقة الجارية هي الحقيقة جميلة جدا، ومؤسسي سخي الماء عندهم أكتر من فكرة في الموضوع ده، سواء في المية زي الأبار زي وصلات المية اللي هي توصيل مثلا مواسير المية لحد البيوت، أو عندهم طبعا النخل، عندهم دلوقتي كمان شجر الزيتون، يعني أفكار جميلة بجد للصدقة الجارية. ربنا يحفظك يا سيدة. فكرة وقف النخل قرية وقف لله اللي بيطلع منها ينفق على الفقراء والمساكين، اللي بيطلع منها بقى هو اللي يعمل وصلات المية ويحفر الأبار ويبني المدارس والمستشفيات ويساعد المرضى ويساعد الفقراء والأيتام والمساكين. ففكرة عظيمة جدا فكرة الوقف النخلة. تمن النخلة صك النخلة، تمن صك النخلة 4000 جنيه، تمن الأرض وتمن الفسيلة وتمن مراعاة الفسيلة لغاية ما تثمر بفضل رب العالمين سبحانه. احنا بدأنا بثلاث قرى وقف لله، محافظة الوادي الجديد، محافظة مدينة وادي النطرون، محافظة البحيرة، سيوة محافظة مطروح، وإن شاء الله مكملين وعشمانين في ربنا وعشمانين في أهل الخير ومحبي الخير إن إحنا يبقى عندنا قرية وقف لله في كل محافظة في مصر. إحنا بدأنا في التقرير اللي شفناه ده في وادي النطرون محافظة البحيرة، كنا بادئين ب40 فدان، وبعدين ربنا اكرمنا وزودنا بقوا 60 فدان، ربنا اكرمنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل اهل الخير، وصلنا النهارده في وادي النطرون بفضل الله عز وجل ل100 فدان. عاوزين ان شاء الله تعالى ربنا يكرمنا بقى ونزرعهم ونعمرهم كلهم بفضل الله عز وجل بهذا النخل الذي يثمر وينتج ويخرج ريعه للفقراء والمساكين، ليكون عداد حسنات لا ينقطع وعداد اجر لا يتوقف. الله قال: نكتب ما قدموا واثارهم فاصنع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. يعني ربنا يقدر كل الناس على الصدقة، لأنه الصدقة يعني جميلة بجد، ولسه كنا بنقول إن هي اللي بتزود الرزق وبتجيب البركة في الرزق وفي الحياة. ربنا يحفظك يا أستاذ دعاء، وربنا يجعلنا من أهل الصدقة يا رب. آمين يا رب. وما تستقلش خير هتقدمه، لو ما تقدرش تشارك بصك نخلة كامل اتبرع باللي تقدر عليه، قول ال 1000 جنيه ده في صكوك النخل، ال 500 جنيه دول في صكوك النخل، وقول ده للكول سنتر اللي حضرتك هتكلمه او للمندوب اللي هيجي لك البيت يحصل منك التبرع، بلغه بده، شارك باللي تقدر عليه، المهم ان انت تبقى مشارك معانا في الخير العظيم ده، ويبقى ليك دور معانا في الاجر الكبير ده بفضل الله. ربنا يكرمكم ويتقبل منكم من كل حد بيحط، يستخدمنا يا رب في خدمة الخلق يا رب، واجعلنا رسل رحمة لخلق يا رب العالمين. آمين آمين يا رب. ربنا يكرمكم ويتقبل منا جميعا، وبشكر حضرتك في نهاية حلقتنا. ربنا يكرمك وبشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.